باستالتيا الفرادويوستا، هذا اسمه. فهمتوا كيف ولا ما فهمتوا؟ شو انا ناكل اليوم؟ Amazing انا advice. ناكل ها مطبيخه برو جايز، بعد في زوم لكم شي اخوات ولا مش الحال؟ ها شي بيقتل. I don't even know what to say, bro. جيج ومعكروني. جيج ومعكروني. هذا شو هي؟ تو كيف بياكلوها بقى؟ هذا شيء شو؟ اخوات. Why are you slurping the chicken, bro? It's not spaghetti. هذا كمان شيء اخوات يا عالم، رز بحليب. حط معهم مربى، كثير طيب مع مربى. What a douche. Guys, هاي دلش يا اخوات. هلا رح احط العسل. عسل. Bro, he knows this shit looks like a dick. You know what I mean? Like بيا بتحضر؟ عم تحضر ابنك؟ فخور فيه لابنك؟ Like, I respect the self-awareness at least. That is for fear. That is for fear. That is بصور بيطلع الدولار شو؟ عم بصور ما فيك تحكي هلا مركزين. How does he manage to slurp everything he eats? What's with the guys هيدا مش اتوال فيلانت، هيدا اكلار فيلانت. I shouldn't watch this while hungry. جايز حدا قادر يحس شو حاسس انا هلا؟ جايز ما بدنا زعل بس كنافه على شوكولا. You didn't get that cheese effect, did you? عن جد حلوة الحياة مرة شي اخوات اخوات على الاخر. قبل اكلنا اكلير هلا شو؟ تشيز كيك. شي بيقتل. جايز هذا شوكولا 99%. اوه يعني ها شي اخوات على الاخر. جايب كوسا وشو اسمه نسيت شو اسمه. هذه كوسا ما فيها شيء. Oh
هذا شيء خوات. Is that even a thing? Like, is that a... لكي ننسى لا ننسى أن إيليو يحب المعكروني بلبن. هيدا هاي الأخوات هاي الشي أخوات على الآخر مزبوط. تقتل تقتل اليوم لحم مشوي يا جماعة وصدق نحط له حمص بيا هيدا شي شو اخوات ايه شي شو اخوات